بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة في قسم هندسة تقنيات الحاسبات لكلية الإمام الكاظم عليه السلام لأقسام واصل. شباب، بالمحاضرة الأخيرة أخذنا مجموعة من الأمثلة فيما يخص موضوع السيجنال فلو جراف، وأيضا استذكارا لمعلوماتنا قلنا السيجنال فلو جراف أو السيجنال فلو جراف طريقة توجد أو وجدت، واضح وجدت حتى شنو، حتى استعيض عن موضوع البلوك دايجرام بسرعة أكثر وشنو أيضا وبسهولة أكثر. يعني نفس الحالة قلت هو نفس موضوع البلوك دايجرام، يعني شنو نفس موضوع، يعني نفس الناتج، نفس الريزلت الأخير، نفس الترانسفير فاكشن المستعملة أو الناتجة في البلوك دايجرام هي نفسها وين بالسيجنال فلو جراف. وهذا احنا استهدفناه. ليش الموضوع استهدفناه؟ باعتبار انه سرعة في اداء المهام ايضا وابسط، يكون اكثر بساطة من البلوك دايجرام. وحللنا الموضوع، واضح، بحيث طبقنا عليه مجموعة من القواعد، وكل قاعدة خاضعة لقانون معين من اجل ايجاد الترانسفير فاكشن. وقلنا الترانسفير فاكشن خاضعة لمن؟ خاضعة إلى قانون أو قاعدة سميناها شنو هي؟ الماسون رول. والماسون رول كانت شنو هي؟ كانت سيجما أوف فورورد باث، يعني الماسون رول أو الترانسفير فاكشن، الترانسفير فاكشن إكوال سيجما of b i delta i على يمن على الدلتا. وشرحنا بالتفصيل، قلنا انه ال b هو الباث او الفورورد باث، المسار الامامي من نقطة الادخال الى نقطة الاخراج، والدلتا i قلنا شنو هو؟ قلنا الدلتا الخاضعة لمن او المتوجهة وين؟ على المسار المحدد لها. اذا كان المسار الاول فمعناها شنو هي؟ هي دلتا 1، واذا كان المسار الثاني اذا هي دلتا 2. واجرينا آلية معينة لايجاد الدلتا 1، وراح نستذكرها ايضا بهذا الاكزامبل اللي احنا اعطيناكم اياه. الدلتا ايضا خاضعة الى قانون واحد ناقص شنو؟ sum of loops، مجموع اللوبات، بلس sum of two non touching loop، مجموع two non touching loop عكس الإشارة، هي بلاس يصير ماينس 3 وسم اوف 3 نون تاتشنج لوب وإلى آخره. زين، صراحة التعامل مالتكم ويا هذا الهامورك كان تعامل غير موفق. ليش؟ لأن كأنما ما فصلتوا النتورك اللي أمامنا حاليا، مو الكل طبعا، يعني ما عدا أتوقع ثلاث طلاب او اربعة على يعني اكثر شيء حلوا هذا الاكزامبل، او على الاقل بدون نتيجة حلوا الاكزامبل بطريقة صحيحة. شوف التعامل ويا اي مثال ابويا، وكون يعني نسأل الله ان تكونون مركزين بحيث تفهمون هذا المثال او تفهمون هذا الموضوع. وخصوصا احنا المفروض انا اليوم ابلش وياكم موضوع جديد، بس قلت ما اقدر اعبر هذا الموضوع لحد ما راح اخذ لكم مجموعة من الامثلة ايضا، يعني بالخصوص أمثلة استهدفتها، لأن شفت مجموعة من المشاكل عندكم في مجموعة من النقاط. عسى ولعل إن شاء الله أنه تكونون مستوفين هذا الموضوع، وبالتالي إن شاء الله نعبر على الموضوع الآخر فيما يخص الكنترول سيستم. انتبهوا وياي، هسا عندي هذا النيتورك مثل ما تشوفون. Find transfer function of this signal flow graph. زين، ببساطة أبوي، أني أول خطوة أحتاجها شنو هي؟ هي استخراج أو إيجاد الفورورد باث، المسار. المسار شنو هو؟ أني عندي نقطة A وعندي نقطة B، واضح؟ إذن الفورورد باث هو المسار المستقيم الواصل بين نقطة الإدخال ونقطة الإخراج. هاي هل من الممكن أنه يكون عندي أكثر من فورورد باث؟ نعم، يعني ممكن يكون عندي بهذا الاتجاه، ممكن يكون عندي بهذا الاتجاه وإلى آخره، أعتمد على من؟ على السهم مالتي باتجاه الفورورد. زين، هسه جيت حددت عندي R هي الانبوت،
والسي شنو هي؟ هي الاوتبوت. قلنا الار هي السيجنال ريسورس والسي هي الكنترول سيجنال، او نعم الاشاره المسيطره، والريسورس يعني نقطه الادخال الداخله الى السيستم لاجراء عليه عمليه المعالجه. يعني بالضبط شباب، كانما هذا هاي السيجنال او هاي الاشارات او هذا النيتورك راح يدخل وين؟ راح يدخل على السيستم. هذا السيستم انا شغلي كمهندس ايش راح اوجد له؟ اوجد له داله الانتقال عن طريق تطبيق قاعده الماستر رول، وبالتالي لمن اوصل؟ اوصل الى الاوتبوت. واضح؟ نعم. نجي نقول لازم نستخرج شنو؟ الفورورد باث. اجينا قلنا بي 1 اكوال، هذا عندي نقطة ار وهاي عندي نقطة سي. اجيت باوعت، لحظة عفوا، نعم باوعت انه عندي الجين مالتي واحد وصل الى نقطة معينة، هاي النقطة تفرع منها فرعان، فاجي اتبع كل فرع على حد. الفرع الاول هو من هو جي 2 بهذا الاتجاه وجي 4 جي 2 واضح، جي 4 واستمر ايضا المن الى جي 5 ووصولا المن وصولا عفوا جي 6 وصولا المن الى ال1 والى الى داله او الى الاوتبوت. يعني معناه ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي المسار الاول هو جي 2 جي 4 جي 6 مضروبة في واحد هي أيضا جي 6، هذا من هو المسار الأول. زين، المسار الثاني يساوي، انتبهوا وياي، خلصت من التفرع الأول، هسه أجيت المن إلى التفرع الثاني، أيضا أمشي ويا المسار جي 3 هذا جي 3 جي 5 جي 7 مضروب في الواحد واصل إلى نقطة الأوتبوت. إذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي جي 3 جي 5 وجي 7، هذا المسار الثاني. عندي مسار بعد؟ ما اعرف، نجي نشيك. نرجع على اساس التفرع، المصدر اللي تفرعت من يمه اللي هو هاي النقطة وتفرع من عندها الفرع، جيت على هذا التفرع، مشيت ويا جي 2. مشيت ويا جي 2 وصلت إلى هاي النقطة، باوعت هاي النقطة راجع لها فيدباك ما احتاجه لأن أنا بالتالي مساري أمامي. وعندي واير معين، نعم هذا اللينك او هذا الواير واصل المن الى جي 1 جي 2 جي 1 وجي 1 وين واصل الى جي 7، وبالتالي طريق ثالث للوصول الى نقطه الاخراج او الاوتبوت. يعني بي 3 شي يساوي لي جي 2، من الجي 2 اتجهت للجي 1 ومن الجي 1 المن الى جي 7. واضح هاي المساله؟ زين، المسار الرابع ايضا انا هسه خلصت منين؟ من التفرع الاول اللي انا تفرعت من يمه باتجاه عمليه الواير. المسار الرابع ابوي بي 4 ايكوال، ايضا عندي جي 5 مشيت ويا جي 5 اخذت انا هذا المسار، فعندي ايضا واير واصل الى جي 8 ومن الجي 8 متجه المن الى جي 6 وواصل الى نقطة الاوتبوت. يعني معناه راح يصير عندي، راح يصير عندي جي 3 جي 5 واضح، وايضا شنو هو جي 3 عفوا جي 3 جي 8 جي 8 جي 6 خلاص واضح. يعني صارت عندي اربع مسارات او اربع طرق مستقيمه اقدر اوصل بها من نقطه الادخال الى نقطه الاخراج. واضحه شباب؟ زين، نشوف نشيك، عندنا مسار خامس، اجينا ايضا الى هاي نقطه التفرع، اخذت هذا المسار الاول واخذت هذا المسار الثاني وانتهى الموضوع عندي. هذا عندي نقطه فيدباك ما اخذها. انتبه على عمليه التحليل ابوي حتى تعرف شلون تحل. زين، اجيت ايضا الى هذا التفرع، مرة جي 3 وصلت الى هاي النقطة، مرة اخذت هذا الطريق واضح، ومرة رجعت اخذت هذا الطريق. عندي بعد غير نقطة؟ ما عندي ايضا مسار او طريق يوديني وين؟ الى نقطة الاوتبوت، من الانبوت الى الاوتبوت. خلاص، واول ورا الخطوة الثانية بعد ايجادنا الى المسار، ايش اوجد؟ اوجد اللوبس او الفيدباك. قلنا الفيدباك هو انه اني اطلع من نقطة A، واضح؟ اطلع من نقطة A وارجع المن الى نفس نقطة A،
يعني الخروج من نقطة والعودة إلى نفس النقطة، لوب مسار صار عندي هذا اللوب، واضح؟ قد يكون اللوب مقترن بجين معين بقيمة للفيدباك، وقد يكون غير مقترن بقيمة. إذا كان مقترن فلا بس، إذا كان غير مقترن نفرضها شنو هي؟ واحد. وأيضا لا ننسى شباب، أتمنى أنه تركز وياي، لا ننسى الإشارة الراجعة، يعني الواير الراجع، الإشارة الراجعة. أباوع على الإشارة الراجعة قيمتها كانت سالبة أو موجبة، واضح؟ لأن هذا يأثر قيمتها سالبة أو موجبة. زين، إذا افتهمت أنه هسه أنا عندي الفيدباك معناه هو النقطة الخروج من النقطة والعودة إلى نفس النقطة، أما يكون عندي فيدباك إلى قيمة معينة أو ما إلى قيمة أفرضها واحد، وأيضا أراعي الإشارات. إذا نجي هسه اللوبات، نجي اللوب الأول، أكو لوب واضح شباب وأكو لوب غير واضح. مبدئيا إذا ننتبه عندي هنا جي 4، أنا طلعت من نقطة الجي 4، هاي الجي 4 طلعت من هاي النقطة، وصار عندي رجعة لمن؟ إلى نفس النقطة. إذا هذا حقق الشرط الأول اللي هو اللوب. إذا لوب 1 إيكوال جي 4 مضروبة في قيمة الفيدباك اللي هي من هي ماينس H1. ماينس H1 في الجي 4 يعني شو راح يصير؟ كليته راح يصير ماينس، واضح؟ هذا اللوب الأول. ايضا عندي لوب ثاني، هذا لوب 1. اللوب الثاني اللي تشوفوه امامكم اللي هو من هو الجي 5، انا طلعت من نقطة الجي 5 وانطلقت ورجعت المن الى نفس النقطة بقيمة شقد؟ ماينس H2. يعني اللوب الثاني راح يكون جي 5 ماينس H2 في الجي 5، شو يصير عندي؟ ماينس جي 5 H2. هسه نرجع لازم نتابع، عندي لوب اخر لوب 3 يحقق لي الشرط، راح نجي نباوع. لوب 3 يساويني، اجيت على جي 2، اجي اباوع على جي 2، عندي واير او اشاره راجعه للجي 2 كلهن خارجه من الجي 2، هذا الجي 2 هاي مره للجي 4 مره للجي 1 وهذا الجي 3 مره للجي 5 مره للجي 8، ما عندي شيء راجع له. الجي 5 اخذنا اللوب مالتها، ماكو شيء راجع على الجي 7، ماكو شيء راجع على الجي 8، واضح؟ باعتبار انه هاي الاشاره مالته كم مثل ما تشوفوها، ما عندي شيء راجع على الجي 1. اذا خلاص شباب شيكت حلي انه اي لوب ثالث ما موجود عندي. زين، ولا ما خلصنا شباب الفورورد باث وايضا الفيدباك باث، نستخرج الدلتا. هسه انا اوجدت الفورورد باث، هسه شو استخرج؟ استخرج الدلتا. ليش نستخرج الدلتا؟ لان استاذ الدلتا شو تساوي لي؟ واحد ماينس سام اوف لوبس. ذكرنا شغله اثناء تطبيقنا لمن هذا القانون، هاي ماينس، اذا هاي شو تصير؟ بلس. شعدي sum of two non-touching loop، هاي زائد ناقص 3 وإلى آخره. زين، إحنا ما وجدنا two non-touching loop، لا بس نجي هنا نشوف عندنا لوبات غير متداخلة، نجي نباوع. مبدئيا أنا عندي لوب أول ولوب ثاني، صح لو مو صحيح؟ زين، اللوب الأول متداخل أو ماس اللوب الثاني؟ لا، هذا في وادي وهذا في وادي. إذن أقول two non-touching loop هي اللوب الأول وهي اللوب الثاني، نقطة على السطر، واضح شباب؟ باعتبار ما عندي مجموعة لوبات. إذن الدلتا شو تساوي لي؟ الدلتا تساوي لي واحد ناقص اللوب الأول شنو هو؟ minus G4H1 زائد، ليه زائد شباب؟ لأن sum زائد ماينس، خلينا نسويها بقوس، ماينس جي 5 H2 زائد اللوب الأول في اللوب الثاني، واضح؟ اللوب الأول في اللوب الثاني، يعني شنو معناها؟ يعني خلينا بالمسودة كأنما دا أقول يعني معناها سالب جي 4
H1 مضروب في من هو؟ في سالب G5 H2. السالب وين السالب؟ ينتهي. اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي G4. كانما انا راح ابسطها او 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 حتى تاخذ ايدكم G4 H1 G5 H2. واضح؟ اذا الدلتا ايضا بها تبسيط واحد ناقص بالناقص يصير زائدا G4 H1 ناقص هذا ناقص بالزائد العفو زائد بالناقص هذا على القوس ناقص في الناقص هاي يا ابوي هاي زائد في الناقص ناقص ناقص ودخلت عليها شرط الناقص يصير زائدا G5 H2 هذا نعزل هنا بقوس زائدا صاحبنا G4 H1 G5 H2. إذن استخرجنا الدلتا. بقى منو عندي شباب؟ بقى عندي الدلتا الخاضعة أو الموجهة لمن؟ اللي هي الدلتا I. واضح؟ كم مسار عندي؟ عندي أربع مسارات. إذن كم دلتا عندي؟ عندي أربع دلتا. انتبه وياي. انتبه وياي. نجي على اليمن على الدلتا 1. الدلتا 1 شباب احنا مثل ما اتفقنا انه انا امشي في المسار الاول واسوي كات الاي لوب يواجهني. امشي في المسار الاول واسوي كات الى اي نقطة تقاطع لوب. واضح؟ فاجيت هذا الدلتا خلينا نغير اللون. نعم نخليه احمر. دلتا دلتا 1 إيكوال أجي أباوع على المسار الأول اللي هو من هو G2 G4 G6 أوصل إلى نقطة الإخراج. أنا ماشي سويت كات هاي سويت كات هاي سويت كات هاي أيضا سويت كات. إذن منو بقى عندي؟ بقى عندي فقط اللوب الثاني. قانونها شنو؟ واحد ناقص مجموع اللوبات يعني واحد ناقص اللوب الثاني مضبوط وتساوي لي واحد اللوب الثاني ايش قد؟ سالب بالسالب شي يصير موجب. اذا واحد زائد G5 H2 يراد ليش يا ابوي؟ زين نجي على اليمن على الدلتا 2. هاي الدلتا 2 تساوي ايضا المسار الثاني G3 G5 G7 G3 G5 G... واني ماشي ايش راح اسوي؟ اسوي عملية كات. واضح؟ للمسار. منو بقى عندي؟ بقى عندي اللوب الأول. إذا دلتا 2 تساوي لي 1 ناقص لوب 1 ويساوي لي 1 زائد شنو اللوب؟ G4 ليه زائد شباب؟ سالب بالسالب موجب G4 H1. يلا نجي دلتا 3 ودلتا 4 يساوي لي معذرة للفاظ دلتا 3 يساوي لي ايضا واحد ناقص دلتا 3 شباب اللي هي G2 هذا G2 G2 واني ماشي سويت كات. واضح؟ واني ماشي سويت كات لاي تقاطع واني ماشي سويت كات. واضح للنقطة وواصل سويت كات. واضح؟ يعني هسه انا من ماشي انتبهوا وياي G2 وصلت سويت كت لهذا الواير. واضح؟ لهذا الواير. بقى عندي يعني كانما انتهى هذا اللوب. واني ماشي سويت كت هنا. واني ما هو هذا بالتالي ما يصير نقطة تقاطع لان واير لحصر الفهم يعني قصدي. واني ماشي سويت كت هنا. واضح؟ بالتالي صار عندي بقى عندي لوب هنا انتهى يعني هذا الواير كانما صار اوبن. وهذا الواير كأنما شنو صار؟ صار أوبن. واضح؟ إذن شنو معناها؟ واحد ناقص صفر ويساوي لي شنو هو؟ واحد. دلتا فور يساوي لي واحد ناقص. أيضا شنو عندي؟ G3 G5 G8 G6 هذا G3 وسويت كات انتهى يعني هذا اللوب. صعدت للG5 سويت كات انتهى هذا اللوب وخلاص. عندي بعد غير لوب؟ ما عندي. اذا واحد ناقص صفر ويساوي لي ايضا واحد. انتهى الموضوع شباب. انتهى عندي الموضوع. فقط احد الطلاب
منطيته درجة كاملة على الموضوع يعني عالج أو سوى عملية بروسنج للدلتا 3 والدلتا 4 كأنما بقى اللوب الأول وبقى اللوب الثاني، يعني ما خطأت أني إذا 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 يراجع الحل أو أكيد هسه عرف من الطالب اللي أنا ده قصده، بس أريد من يمه ملاحظة إنه أنت عندك هذا اللوب واضح وواصل إلى فد نود معين فد واير معين سويت كات، يعني كأنما صار عندي اللوب هذا اللوب انفتح صار عندي أوبن واضح هاي حتى تكون بالصورة زين. جيت هسه راح شو نسوي ما عندنا كل مشكلة نطبق ال 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 الترانسفير فانكشن. أبوي الترانسفير فانكشن يعني المفروض هسه احنا تقريبا هذا سادس او خامس مثال نحله، المفروض انتم ايضا مدورين حاليا بحيث واصل لمرحله ما تقدر تختصر بها واضح، لكن هسه انا للوقت ايش راح اقول ترانسفير فانكشن يساوي لي المسار الاول b1 في دلتا 1 زائدا b2 في الدلتا 2 زائدا b3 في الدلتا 3 زائدا B4 في الدلتا 4 على اليمن على الدلتا واضح. هذا راح يكون عندكم هومورك للتبسيط أرفقائي لكم هومورك بسطوا لي يا شباب واضح. عندك الدلتا وعندك المسار مجرد تعوضهن تعويض مباشر حتى توصل المن إلى فد تبسيط أو فد اختصار معين واضح. هذا كان الهومورك اللي عندنا شباب واللي من مجموع 45 طالب حلوه فقط او المجموع الطلاب اللي حلوه ثلاث طلاب كان بصوره صحيحه يعني زين. لهذا شباب راح استهدف وياكم ان شاء الله مثاليا يخصا هذا الموضوع، كل مثال راح يعالج لنا مشكلة، أتوقع من نحل لنا المثال ونفهمه إن شاء الله بعد ما راح تواجهكم أي بروبلم، انتبه أي بروبلم يعني أي مشكلة أو أي فرة بالسؤال فيما يخص السيجنال فلو جراف، انتبهوا وياي. نعم، عندكم إكزامبل نعم هذا اتوقع ايضا حليناه حسب ما اذكر بس راح نراجعه ان شاء الله لان بيه فدالية معينة زين. كابتشر لا نشوف والله المثال هذا هو هذا بلوك دايجرام والبلوك دايجرام نحوله في الخطوة الثانية إلى سيجنال فلو جراف وبعدها شنو نطبق عليه الماسر رول زين. انتبهوا وياي مبدئيا انتبهوا يا عندي R وعندي C resource و control فعندي واصل المن الى النقطة D وقيمة شقد مالتها قيمتها واحد واضح. ليش قيمتها واحد شباب؟ لان انا شنو هو انا ما عندي قيمة للجين واضح كخط مستقيم يعني فاجيت هذا راح نعتبرها ال R هاي الار ومن الار اتجهت بواحد المن الى النقطة دي هاي النقطة دي واضح زين. ومن النقطة دي عفوا هنا ايش عندي قبل الدي عندي ايضا عندي نقطة هنا اها فوصلت لها بشقد
بجين واحد، ومن هاي النقطة عندي هذا الواير واصل إلى الدي، أيضا قيمته شقد؟ واحد. إذا هذا قيمته شقد؟ قيمته واحد. زين، من الدي إلى الإي واصل عن طريق جين قيمته شنو هو؟ جي 1. إذا من الدي إلى الإي عندي شنو هو؟ عندي الجي 1. ومن الإي إلى هذه البيك أوف بوينت إيش عندي؟ عندي الجي 2. هذا عندي الجي 2. ومن البيك أوف بوينت إلى البيك أوف بوينت اللاف عندي من هو؟ جي 3. جي 3. واضح. ومن الجي 3 الى البيك اوف بوينت، او يعني من خلال هاي البيك اوف بوينت الى سامنج بوينت، شنو؟ ايضا عندي واير واصل اللي هو قيمته شقد؟ قيمته واحد. ومن السامنج بوينت الى الكنترول ايضا عندي واير قيمته شقد؟ واحد. اذا رسمت هسه المسار الامامي، ما يراد له شيء شباب. من الار الى البيك اوف بوينت قيمتها واحد اللي هي هاي، من البيك اوف بوينت الى الدي قيمتها شقد؟ قيمتها واحد. هذا لنا خلينا نشرهن نقاط الادخال والاخراج. زين، ايش عندي؟ عندي فيدباك راجع الى النقطه جي 1. فيدباك منين راجع؟ من البيك اوف بوينت اللي هو هذا، بعد منه؟ بعد الجي 3. هذا راجع عندي فيدباك المن الى الجي 1، هذا الى الجي 1. واضح. قيمته شقد؟ قيمته اتش 2، سالب لو موجب؟ سالب. وهذا اللي قلت لكم لازم تنتبهون عليه. اذا هذا فيدباك اول. واضح هاي المساله؟ زين، عندي مسار امامي. ليش قلت مسار امامي؟ لان اتجاهه وين؟ بهذا الاتجاه فورورد باك. واصل من النقطة الأولى المن إلى السامنج بوينت. واضح؟ يعني من هنا، عفوا، من هنا إلى السامنج بوينت بالاتجاه الأمامي، وقيمته شقد؟ جي 4. إذا هسه رسمنا الفيدباك، ورسمنا من هو؟ رسمنا أيضا الفورورد باك. ايش بقى عندي؟ بقى عندي فيدباك. اذا تنتبهون شباب، اذا تنتبهون عندي من الجي 2 هنا، انا ركز وياي هنا، عندي فيدباك راجع. هذا الفيدباك الراجع مره يروح الى نقطتي، ونفسه يروح وين؟ الى نقطه دي. واضح. اذا معناها ايش راح يكون عندي؟ من الجي 2 المن الى الجي 1، وقيمة الفيدباك شنو هو؟ H1، وقيمتها سالبة أو موجبة؟ مدى أشوف موجبة أتوقع. وأيضا من نفس النقطة المن إلى الدي اللي هي قبل الجي 1، أها وموجبة. خلص الرسم اللي عندنا شباب، واضح؟ خلص الرسم اللي عندنا. زين، راح اجي على السريع ابويا. هنا انا الغايه، يعني هنا انا ابويا، فرضا تجيك فلوفه انه يكون عندك من نفس هذا البيك اوف بوينت، وقلنا هاي نقطه تجميع الوايرز، بيك اوف بوينت مثلا واير واصل الى النقطه هاي، ايضا نفس الحاله تاخذ توصل الى او الى اي مكان. زين، اذا راح نستخرج اول حاله نستخرجها الفورورد باث. سريع شباب، بعد ما ندخل بتفاصيله، هو المسار الواصل واحد بواحد، جي 1 جي 2 جي 3 واحد بالواحد. اذا منو راح يبقى عندي؟ جي 1 جي 2 جي 3، هذا المسار الاول. المسار الثاني باور. وين عندي بعد مسار متجه؟ هذا عندي واحد الى جي 4 الى الواحد، يعني واحد في الجي 4 في الواحد. اذا شنو يبقى عندي؟ بقى عندي فقط الجي 4. عندي مسار ثاني؟ ما عندي مسار ثاني. هذا شباب لازم نخلي الرسم بهالآلية هاي. زين، هذا خلصنا المسار الثاني، عفوا، هذا خلصنا المسار الثاني. اللوب نجي، اللوب الأول شو يساوي لي؟ عندي لوبات واضحة. اللوب الأول اللي هو من هو جي 2 في الـ H1، موجب أو سالب؟ بس نتأكد شباب،
سالب. اذا هذا سالب مو موجب. اذا ايش راح يصير عندي جي 2 في الاتش 1؟ اتش 1 سالبه، اذا سالب اتش 1. لوب 2 شو يساوي لي؟ لوب 2 شو يساوي لي؟ جي 1 انتبه هسه خلصت هذا الواضح عندي، جي 1 طلعت من الجي 1 رحت للجي 2 ورجعت ايضا بالاتش 1 للجي 1، لكنه قيمته موجبه. ايش راح يصير عندي؟ جي 1 جي 2 اتش 1. هذا ابغى اشوفه، هذا رحت طلعت من الجي 1 وصلت للجي 2 ورجعت ايضا المن الى الجي 1. زين عندي لوب رابع، اي نعم عندي، عندي فيدباك نشوفه لي فوق اللي هو من هو جي 2 جي 3 ورجع لي وين؟ بالماينس اتش 3 او اتش 2. اذا اللوب 3 يساوي لي من هو؟ يساوي لي جي 2 جي 3 في الواحد اتش 2 ماينس او بلس او ماينس مباوع عليه ماينس، اذا صارت عندي ثلاث لوبات. واضح؟ زين ورا ما خلصنا ذني نوجد من هو التو نون تاتشنج لوب. التو نون تاتشنج لوب يعني امشي بالمسار، امشي بالمسار واشوف شنو عندي اللوبات الغير متماسة او المتلامسة، نباوع هذا مثلا لوب اول، هذا لوب ثاني، هذا لوب ثالث. اذا تنتبهون شباب كل اللوبات ايش فيها؟ متماسه في النقاط، اللوب الاول واللوب الثاني، وايضا من تجي تترجمها الجي 2 موجود بالجي 2 باللوب الثاني وموجود بالجي 2 باللوب الثالث. واضح هاي الفكره؟ دا احكي سريع اول، انا اتوقع حاليا يعني الغايه من يمه انه عندي الديستريبيوتد اللي صار بهذا الواير حاليا. اذا نو نون تاتشنج لوب، انتهى وضعها. اذا منو بقى عندي؟ بقى عندي الدلتا. خلينا نستخرج الدلتا الخاصة بمن؟ الخاصة بالمسارات. دلتا 1 تساوي المسار الأول جي 1 جي 2 جي 3 في الواحد. أنا ماشي بالمسار، انتبهوا وياي، أنا ماشي بالأسود جي 1 واحد وسويت كات، واحد سويت كات، الجي 1 سويت كات، سويت كات، جي 2 أيضا سويت كات، والجي 3 سويت كات، كات هنا انتهى الموضوع. بقى عندي لوب بالمسار الاول، ها ابوي انتهى الموضوع، ما بقى عندي ولا لوب. يعني دلتا 1 شو يساوي لي؟ 1 ناقص 0 وتساوي لي 1. دلتا 2، دلتا 2 شو تساوي لي؟ انتبه وياي، 1 ناقص، اني ماشي بالمسار الثاني، هذا المسار الثاني، واضح؟ اجيت سويت كات، مشيت سويت كت، كت لهاي النقطة، واضح؟ زين هنا ايش راح يبقى عندي شباب؟ ايش راح يبقى عندي؟ يعني باتجاه، يعني كأنما نفرض انه انا عندي هذا اللوبات، واضح؟ يعني هنا شكو لوب عندي سوينا له عملية كت. اذا بقى فقط من اللوبات الثلاثة البقية، اذا واحد ناقص لوب 1 زائدا لوب 2 زائدا لوب 3، نقطة راح صفر. الدلتا شو تساوي لي؟ واحد ناقص مجموع اللوبات اللي هي من هي اللوب أول زائدا لوب ثاني زائدا لوب ثالث، واضح؟ زين هذا الدلتا ناقص عندي نون تاتشنج لوب، هاي ناقص شو تصير؟ زائد عندي نون تاتشنج لوب صفر. إذا ترانسفير فانكشن شو يساوي لي شباب؟ بي 1 دلتا 1 زائدا B2 دلتا 2 على الدلتا، واجاوب هاي المعطيات. يعني النقطة اللي كنت اريد اوصل وياها لكم شباب اللي هي عملية الديستريبيوتد اللي وين صار؟ اللي صار بعملية الواير، باعتبار انه هذا جدا جدا مهم وممكن يخطئكم في بعض الامثلة المعقدة. واضحة هاي الصورة؟ ان شاء الله تكون واضحة. اجي وياكم الى مثال جدا جدا مهم يستوفي ان شاء الله كل بروبلم السيجنال فلو جراف. انتبه وياي، سمينا احنا هومورك 1. او الرسمه احنا لكم، نرسمه احنا لكم، وانا رسمه هذا نعرفه. انتبهوا وياي،
عندي R ومن ال R واحد R واحد وصلت إلى هاي النقطة G1. هذا مو موجود شباب عندكم فلازم تكتبوه. G2 وأيضا G3 وعدنا واحد المن إلى C. عندي فيدباك راجع المن إلى نقطة واحد قيم تجد سالب واحد. عندي فيدباك أيضا G3 G1 G2 G3 لا عفوا سالب واحد ومن الـ G3 هذا الراجع عندنا فيدباك ماينس 1 ومن الـ G2 ماينس 1 عندنا هنا هذا G4 هذا G5 وعندنا هنا G6 زين انتبهوا يا ابوي كل زين شوف شلون راح احل هذا الاكزامبل. ايضا صيغه السؤال صارت واضحه عندنا find transfer function from this signal flow graph by using Mason rule عن طريق تطبيق قاعدة الماسر رو. زين عندي هذا الاكزامبل. مبدئيا المسار الاول هاي سوليوشن المسار الاول شو يساوي لي؟ انتبه على حل واحد وجي 1 وجي 2 وجي 3 وواحد. اذا ايش راح يساوي لي؟ جي 1 جي 2 جي 3 دات اتقصد احل بهاي الطريقة شباب. زين هذا المسار الاول باعتباره واضح امامنا. زين المسار الثاني هذا المسار الثاني واحد ومن الواحد الى الجي 4 واضح ومن الجي 4 المن الى الجي 5 راح يقول واحد استاذ وال عفوا والجي 6 لا جي 6 شباب فورورد راجع واضح اذا جي 4 جي 5 وايضا نزل وين واحد ويساوي لي شنو وين جي 4 جي 5. عندي مسار ثالث خلينا نجي نشوف اخذت هذا المسار مره واخذت هذا المسار مره باوعت هذا فورورد هذا فورورد اذا ما عندي مسار ثالث انتهى موضوع الفورورد باث. زين انتهى موضوع الفورورد باث. شنو عندي بعد؟ عندي اللوب. انتبه وياي على مساله اللوب. لوبس اللوبات لوب 1 ايضا عندي شنو شباب؟ عندي لوبات واضحه فاجي مباشره اطبق اللوب 1 تساوي لي اللوب 1 اذا تنتبهون شباب عندي جي 1 جي 2 جي 3 ورجعت وين ايضا الى نفس النقطه يعني هذا كانما هذا هذا شباب G1 G2 G3 ورجعت المن الى نفس النقطة عن طريق من هو السالب واحد اذا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ماينس G1 G2 G3 ما يبين هذا اللون عدله. لوب 2 تساوينا باوعت انا طالع من ال G2 وراجع الى نفس النقطة بالG2 بالسالب واحد اذا ايش راح يكون عندي؟ سالب G2 هذا لوب 1 هذا لوب 2 زين ايضا لوب 3 لوب 3
تساوي جي 3 في ماينس 1 إذا ماينس جي 3. واضح هاي المسألة؟ لوب 4. لوب 4 شباب إذا تتذكرون ملاحظاتنا الأولى على السيجنال فلو جراف، عندنا لوب اسمه شو نصير على سيلف لوب، يعني على نفس النقطة. واضح؟ على نفس النقطة، على نفس النقطة، طالع من نفس النقطة ورجعت إلى نفس النقطة اللي هي جي 6. إذا يساوي لي من هو جي 6 اللوب الرابع. اللوب الخامس ايش عندي لوب؟ انتبه على هذا اللوب، طلعت من الجي 4 إلى الجي 5 ورجعت إلى نفس النقطة وين؟ هنا. واضح هاي المسألة؟ عن طريق السالب 1 هذا اللوب 5. هذا هاي النقطة تتفرع من يمها فرعين، فرع جي 1 وفرع جي 4 اللي هي أنا على أساس أن أخذت المسارات، فمرة رجعت للجي 1 عن طريق السالب 1 ومرة رجعت إلى نفس النقطة للجي 4 عن طريق أيضا السالب 1. إذا إيش راح يصير عندي؟ سالب جي 4 جي 5. واضح هاي المسألة؟ هسا أنا حاليا سويت استخرجت 5 لوبس. واضح؟ وراح هنا ملاحظة، إذا أنت برأيك أكو لوب آخر أني نسيته أو ما كتبته اكتب لي أيضا، هذا homework 2 راح أرفقهن أيضا بالكلاس روم. واضح؟ homework 2 ترفق لي، مجرد تكتب لي استاذ اللوب السادس إن وجد، إن وجد، وإذا ما يوجد أيضا اكتب لي لا يوجد. واضح؟ خل نشوف مدى تقبلكم للموضوع. زين هاي المسألة انتهينا منها. إذا هسا أول شيء استخرجت المسارات، ثاني شيء استخرجت شنو هو؟ استخرجت مسألة اللوبس. زين هسا ثالث حالة أو ثالث تكنيك أستخدمه لإيجاد الماستر رول هو شنو هو؟ النون تاتشن تو لوب. واضح؟ ركز وياي. النون تاتشن تو لوب، أجيت راح أباوع ما بين اللوب الأول، اللوب الأول وأيضا يا لوب اللوب الرابع. ليش اللوب الرابع شباب؟ إذا أنا انتبه عندي هذا اللوب الأول المأشر عليه بهذا اللون الأزرق ويا اللوب اللي هو جي 6 ما بيناتين أي تماس. إذا راح أقول أول حالة عندي اللوب واحد اللوب الأول ويا اللوب الرابع، ويساوي لي اللوب الأول ويا اللوب الرابع شو يساوي لي؟ اللوب الأول شنو هو؟ جي 1 G1 G2 G3 بالسالب، مضبوط؟ مضروب في من هو؟ في G6، صار عندي G6. واضح؟ إذا اللوب الأول ماينس G1 G2 G3 في G6، صار عندي هذا اللوب الأول. ثانيا نرجع ننتبه عليه من على اللوب الثاني، هذا اللوب الثاني اللي احنا مأشرين اللي هو G2. اللوب الثاني شباب ايضا غير تماس مع من هو؟ مع اللوب الرابع. واضح؟ اللي هو ويا جي 6. اذا ثانيا شو اقول؟ اقول لوب 2 ويا من؟ ويا اللوب الرابع، ويساوي لي اللوب الثاني ايش قد قيمته؟ ماينس جي 2. اللوب الرابع ايش قد قيمته؟ جي 6. واضح؟ زين ثالثا اجيت باوعت ما بين اللوب الثاني شباب، هذا اللوب الثاني. واضح؟ ويا من اللوب الثاني؟ اللوب الثاني عفوا، هذا اللوب الثاني ويا من؟ ويا اللوب الخامس. عند جي 2 وعند اللوب الخامس اللي هو جي 4 جي 5 راجع وين؟ للسالب 1. ايضا ايش فيه؟ نون تاتشنج تو لوب. اذا اللوب الثاني ويا من؟ ويا اللوب الخامس. اللوب الثاني سالب G2 في G4 G5 أيضا بالسالب، سالب بالسالب تروح شي يصير عندي؟ يصير عندي موجب. واضح؟ هذا يصير عندي هنا موجب G2 G G4 G5. زين رابع، رابع إذا اللوب الثالث أيضا غير متماس مع من هو؟ اللوب الرابع. اللوب الثالث
غير تماس مع من هو اللوب الرابع، هذا جي 3 ماينس جي 3 وهذا جي 6 ماكو تماس، اذا وين يساوي لي سالب جي 3 جي 6، واضحه العمليه؟ زين. بعد عندي غير لوب مثلا، هسه مثلا واحد يقول استاذ جي 1 وجي 2 وجي 3 هذا اللي اخذناه، هذا يرجع بالسالب واحد، ما متماس مثلا ويا جي 4 والجي 5 وراجع، لا هو متماس، ليش؟ لان عندي هاي النقطه، واضح؟ هاي النقطة جامعت لي أو راجعت لي بها اللوبين حتى خاف أحد عدة تساؤل. أيضا ارفق لي في نفس تعليق الهامورك الثاني في حالة عندك أو في رأيك أكو لوبات هامورك 3 أكو لوبات شبيهن غير متماسة في هذا السؤال. واضحة؟ أعيد، اللوب الأول اللي هو من هو جي 1 جي 2 جي 3 وراجع بمن بالسالب واحد، واضح؟ واللوب الرابع اللي هو جي 6 هذا غير متماس ويا هذا اللوب. نعم، بعدها اللوب الثاني اللي هو ماينس جي 2 ايضا ويا اللوب الرابع، اللوب الرابع نعم، واللوب الثالث ويا اللوب الرابع، واضح؟ وايضا عند اللوب الثاني ويا من؟ ويا اللوب الخامس. واحد يقول له عند اللوب الثالث شلون؟ لا ابويا باوح هاي عفوا النقطه متماسة ويا من؟ ويا اللوب الثالث. اذا فقط اللوب الثاني غير تماس ويا من؟ ويا اللوب الخامس. وقلت لكم شباب ضروري جدا عندنا هم ورك ثالث في حالة انه انت في رأيك عندك بعد لوبات غير متماسة ارفقهن. زين، خلصنا من هذا الموضوع، نجي على يمن، نجي على موضوع الدلتا، واضح؟ نجي الدلتا نقول تساوي واحد ناقص واحد ناقص، شباب شنو مجموع اللوبات؟ لوب الأول زائد اللوب الثاني زائد اللوب الثالث زائد اللوب الرابع زائد اللوب الخامس، سدينا القوس هاي ناقص شي يصير عندي زائد، زائد من هو اللوب الأول ناتج لوب، اللوب الأول ويا اللوب الرابع زائد اللوب الثاني ويا اللوب الرابع زائد اللوب الثالث ويا اللوب الرابع زائدا اللوب الثاني ويا اللوب الخامس، انتهى الموضوع. عندي 3 ننتجنج لوب؟ لا ابويا مستحيل. واضح؟ زين، خلصنا ايضا منين؟ من الدلتا. طبعا هاي تعوض شباب، يعني هاي تعوض ويساوي لي واحد ناقص اللوب الاول اللي هو من هو سالب جي 1 جي 2 جي 3 زائدا في الناقص يصير ناقص زائد في الناقص جي 2 ايضا زائد بالناقص ناقص جي 3 وزائد جي 6 ناقصا جي 4 جي 5، سدينا القوس هاي مجموع اللوبات زائدا تنزل ذن اللي احنا كتبناها سالب جي 1 جي 2 جي 3 جي 6 والى اخره، هاي تعويض مباشر شباب، واضحه المساله؟ زين، اوجدنا المسار واوجدنا اللوبات واوجدنا التون اند تشنج لوب، منو باقي عندي؟ باقي عندي فقط شنو هو؟ الدلتا 1 والدلتا 2 المقترنات حسب المسار، انتبه وياي انتبه وياي على هالمساله هاي جدا مهمه. اجيت على اليمن على الدلتا 1، الدلتا 1 خاصة بمن؟ خاصة بمن؟ خاصة بالمسار الأول، واضح هاي المسألة؟ فاجيت المسار الأول من هو جي 1 جي 2 جي 3، وأني في طريقة جي 1 جي 2 جي 3 سويت كات إلى هذا هذا الواير واير، وأيضا سويت كات إلى هذا الواير، كات هنا وكات هنا. فإذا تنتبهوا شباب كل اللوبات اللي في المسار الأول أصبحت شنو هي؟ أصبحت متقطعة، ما تحقق لي شرط اللوب، صح لو مو صحيح؟ صحيح أستاذ، بس لا تنسى عندنا لوب الوحدة اسمه من هو؟ جي 6 اللي هو اللوب الرابع. إذا دلتا 1 وأنا ماشي بالمسار الأول شو تساوي لي؟ واحد ناقص عفوا واحد ناقص اللوب الرابع. واضح؟ راح تقول استاذ مو هذا المسار، انا ابوي هذا المسار سويت كات، يعني هذا المسار الاول دا اشتغل عليه وهذا سويت له كات، وايضا اللوبات المتبقيه، بقى عندي من هو فقط اللوب الرابع. اذا واحد ناقص
جي 6. هذا من هو المسار او الدلتا 1. زين عندي مسار ثاني، نعم عندي مسار ثاني دلتا 2 تساوي 1 ناقص. اجيت على المسار الثاني اللي هو من هو المسار الثاني جي 4 جي 5 بالسالب 1 مضبوط. اجيت مشيت سويت كات هنا سويت كات هنا تها صار اوبن يعني كانما صار هذا شكله، وايضا سويت كات هنا واضح. يا مسار بقى عندي او عفوا يا لوب بقى عندي، اذا تنتبهون هذا اللوب انتهى، هذا اللوب انتهى اللي هو اللوب الاول واضح، واللوب الخامس واللوب الثالث. يا لوب بقى عندي، بقى عندي فقط اللوب الثاني واضح، لان باعتباره ما له دخل بالمسار هذا. المسار شوفوا ابوي بالمسار اللي واضح امامكم. اذا واحد ناقص لوب 2، اذا واحد ناقص من ناقص زائد جي 2. واضح هاي المسألة؟ انتهى. إذا ترانسفير فاكشن مالتنا تساوي لي، ترانسفير فاكشن تساوي لي بي 1 دلتا 1 زائدا بي 2 دلتا 2 على اليمن على قيمة الدلتا. هذا شباب السؤال بالتحديد يختصر لكم ان شاء الله كل مشاكل السيجنال فلو جراف بالتحديد موضوع السيجنال فلو جراف، وايضا الكونفيرت فروم بلوك دايجرام تو سيجنال فلو جراف. اللي مطلوب من عندكم شباب انه انت لازم تحل بتركيز معين، ولا تكون عندك ثوابت حسب الامثله اللي تنحلها. مو انت خاضع يا ابوي الى سؤال ممكن يعني من راح تجيك الامتحانات ان شاء الله ما راح يجيك نفس الاسئله اللي احنا بنحلها اليا. نعم نفس التكنيك تستخدمه، بس اكو موضوع بيفره بيلوفه بفكره معينه انت لازم تحسب لهذا الموضوع. وان شاء الله احنا هسه استوفينا بصوره مباشره وغير مباشره كل الامور اللي ممكن نتطرق لها في موضوع السيجنال فلو جراف. فلهذا شباب احنا اليوم نختم هذا الموضوع، انتهى بعد السيجنال فلو جراف. راح ان شاء الله اسبوع الاخ راح نباشر موضوع جديد فدروس اقلام اعطيكم عليه اللي هو ستدي او التايم دومين، انه انا عندي انبوت معين وعندي اوتبوت معين واريد اسوي عمليه اناليسز للاوتبوت واضح. يعني مثلا النتيجه اللي خرجت لي من السيجنال هاي مثلا نفرض 3 ودخلناها على النظام صارت عندي ترانسفير فانكشن اللي هو صار عندي 4، راح اجي اعالج الاوتبوت اللي طالع عندي هذا الاوتبوت واقيسه او اجي اتسقط عليه التايم دومين يعني الزمن، واجي اسوي عليه عمليه تحليل بالضبط حتى اوصل الى عمليه الاستيبيليتي وين في كل نظام، الى عمليه الاستقراريه وين في كل نظام انا دا اشتغل عليه الكنترول سيستم. هاي بصوره عامه. بقى اذا تشوفون حاليا عندكم مثلا هذا الاكزامبل شباب ديزاين اكزامبل، الاكزامبل هذا هو عباره عن سيركت، وهاي السيركت شنو بيها؟ بيها عندي متسعه واحد على سي وعندي مقاومه، وما بين المتسعه والمقاومه عندي فرق جهد اللي هو في 1 هذا الفي 1 وايضا عندي من هو الفي 2 واضح. المفروض ماخذين بالاسس عمليه الكيرشوف فولتج لو، يعني انه انا اريد استخرج الفولتيه عند نقطه معينه اللي هي هاي النقطه مثلا واضح، فهو اجى اشتغلها فش قال واحد على سي اوف الاس باعتبار انه دا يشتغل بالاس دومين، على السريع عندكم شباب هاي كمعلومات، زائدا الار حتى يشتغل لازم يدخل عليه من هو التيار، تيار في المقاومه راح يسوي لي فرق جهد. هاي بالنسبه لمن؟ الى الدائره الاولى اللي بها منها في 1، اما الفي 2 فقط منه بها؟ بها الار، ويدخل عليها من هو الاي. بعد ما اجرى عليها عامل المشترك استخرج الاي وطبق هاي المعادلتين في آلية الطرح صار عندي انبوت اوتبوت بغض النظر عن النتيجة انبوت اوتبوت. حتى يسوي ديزاين بالسيجنال فلو جراف الى هذا الانبوت لازم ينشئ ريليشن علاقة معينة ما بين الانبوت والاوتبوت، وسط الانبوت اللي هو التيار واضح. وش قال؟ قال يابا انا من الفي 1 الى التيار امشي من الفي 1 الى التيار بجين قيمته ايش قد؟ قيمته سي اوف الاس، وايضا من الفي 2 هذا الفي 2 ارجع الى التيار واضح هذا الفي 2 ارجع الى التيار
بشنو؟ بقيمة ماينس سي اوف الاس. واضح؟ زين، والتيار متجه لمن؟ هذا التيار يعني هاي هو شباب، هاي التيار والـ V2. العلاقة شنو هو؟ العلاقة انه انا رايح من الـ V2 لمن؟ الى التيار. واضح؟ بشنو؟ بقيمة ماينس سالب سي اوف الاس. وايضا عندي شنو؟ عند الـ R متجه من التيار الى الـ V2، من التيار الى الـ V2 بجين ايش قد قيمته؟ قيمته R. واضح؟ اللي هو هذا مثل ما موجود امامي. ما اريد ادخل بتفاصيله لان راح نفصل هذا الموضوع تفصيل دقيق ان شاء الله، راح تشوفوها بالسيركت اناليسيس ايضا موجوده عندنا بالكنترول، وندخل في تفاصيل الار ال سي او دوائر المرتبطه على الاي سي في الدوائر التيار المتناوب. لهنا شباب اتمنى انه تشوفون الفيديو بتركيز، واي سؤال او استفسار حول هذا الموضوع او موضوع السيجنال فلو جراف ترفقونا اياه بتعليق حتى نقدر نتناقش وياكم بهذا الموضوع. وايضا عيدوا يعني شباب، يعني هسه انا عندي هنا اذا تنتبهون هاي المنزله اللي منزل لكم اياها، هذا اكزامبل 3، اكزامبل 4، اكزامبل 5، اكزامبل 4 جدا مهم، اكزامبل 5 بلوك دايجرام محولنا، اكزامبل 6 ايضا، وتبعناها لمن؟ الى الاكزامبل 6 واكزامبل 7. هسه اللي حليناه احنا اكزامبل 7 حليناه، عفوا مثل ما واضح امامكم، وحولنا البلوك دايجرام لمن؟ الى سيجنال فلو جراف، وبعدين طبقنا عليه قاعده الترانسفير فانكشن او الماسون رول. واضح؟ فانت ايضا تمرن عندك ايضا بالمنهج شباب، بالمنظمه مالتنا عندنا مجموعه من الامثله، احنا للوقت ما نقدر نحل كل الامثله، تمرن عليها، واي لحظه توقف في اي سؤال او اي استفسار شباب ارفق هذا الشيء بالكلاس روم حتى ايضا نقعد نتناقش بهذا الموضوع. اليوم ان شاء الله ايضا شباب ورا ما ارفق لكم الهوم ورك راح نحدد الموضوع او المواضيع الشرحية الداخلة وين؟ داخلة بالكورس الثاني، بحيث راح يصير عندنا محصلة مجموعة من الأسئلة الشرحية اللي أنا قلت لكم سويت لكم هاي المنزلة 70 سؤال، سؤال وجواب، راح يصير عندكم محصلة علمًا من مجموعة الأسئلة والأجوبة فيما يخص المادة الشرحية اللي في الكورس الثاني. وبالامتحان ما نعرف هسه الاجراء شنو هو اللي راح يصير، امتحان فصل اول فصل ثاني او فاينل مباشره ما نعرف. فالقصد يعني انه احنا ما عندنا كل مشكله ماده الشرح الكورس الاول، وان شاء الله ماده الشرح الكورس الثاني هاي اذا امتحنا فصل اول فقط الماده اللي حددناها لكم بالفصل الاول، واذا امتحنا فصل ثاني فقط اللي راح نحددها لكم بالفصل الثاني، وايضا في الفاينل اثنين راح يكونوا داخلات ان شاء الله. اذا حددنا الماده الشرحيه، وايضا احنا بدنا نستكمل محاضراتنا في هذا الكورس الثاني ان شاء الله، راح نتطرق الى مواضيع جدا جدا مهمه شباب، شويه راد لكم تركيز بها وراد تراجعون الفيديو. بعد شنو بالله عندنا وياكم هاي ان شاء الله، اي سؤال او استفسار اكرر رفقونا اياه في تعليق على الكلاس روم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.